فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: كنت في مؤتمر في إحدى الدول العربية لمدة 5 أيام، وكنا نصلي الأوقات أو الصلوات المفروضة في القاعة، قاعة المؤتمر، لأنه ليس حولنا مساجد، وحضرت الجمعة فاختاروني إماما فخطبت بهم وصليت بهم الجمعة في هذه القاعة، فهل فعلي صحيح؟ هؤلاء غير مقيمين، والبلد لا تقام فيه جمعة، يصلون إن كان البلد فيه جمعة قريبة يصلون مع المسلمين، وإن كان ما فيه جمعة هم سافرين ما يصلون جمعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الخطباء: الحاصل أنه إذا كان حولهم جامع يصلون بالجامع اللي حوله، إذا ما حولهم جامع يصلون ظهر ولا يصلون جمعة. نعم.